بعد سنين طويله عشناها ومواقف كتير مرت علينا في الدنيا، نقدر نطلع بشويه دروس على حكم كده، على خبرات تخلينا نكمل بيها الباقي من حياتنا واحنا مطمنين. ياما سمعنا مقولات وامثال الحقيقه يعني مرت علينا، زي مثلا امثال زي ايه؟ زي مثلا من حفر حفره لاخيه وقع فيها. بس في فرق بين اننا نسمع المقوله وبين اننا نجربها. فتسمع مثلا حد يقول ده فلان عمل لي مكيده وضرب فيا اسفين عشان اتاذي في شغلي، يقوم يشاء رب العالمين ان المديرين او اصحاب الشركه يعرفوا ان هو موظف مؤذي وبيضرب اسفين في زمايله فيمشوه هو ويسيبوا التاني. يقول لك مثلا تيجي تصيده يصيدك، تبقى فاكر انه مفيش اقوى منك وانك ممكن توقع فلان فهو اللي يوقعك. يقول لك ده فلان وقع في شر اعماله، هدي ما شفناها وعصرناها، انه حد شراني يبقى هيموت ويعمل ويسوي فيك، وفجأة كده تلاقي ربك حميك وهو اللي يقع مش انت. يقول لك ايه تاني؟ من اعمالكم سلط عليكم، يفضلوا كده هيموتوا هيموتوا ويحربوا على الناس ويبقوا بيلفوا حوالين نفسهم عشان يطيحوا بيهم ويبهدلوهم، تقوم البهدلة تطولهم هم، وعشان التانيين غلابة وما أذوش نملة ربنا يحميهم. مع ان ممكن الشواهد كلها تقول ان الغلبان ده هيندهس وهيروح في الرجلين، بس الغلبان ده ربنا حميه وواقف جنبه. الدنيا كده، في عز ما تبقى مش عارف تلاقي مخرج من اللي انت فيه، ربك هيطلعك منها وهينقذك منها من غير ما تبقى عارف ازاي، وبالذات مع اللي عاوزين يعملوا معاك الشر. دول بالذات يعني ما تقلقش منهم خالص، ربك قادر يشيلهم ويبعد اذاهم عنك. النهاردة احنا هنفسر آية قرآنية تشتمل على كل المعاني اللي أنا قلتها دي، وكل الأمثال والمقولات والخبرات الحياتية بتصغر جدا وبتتضاءل بجانب الآية الكريمة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنعرف معناها من فضيلة الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال بس بعد فاصل قصير.